قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل قطاع غزة، منتقدة الدعوات المنادية بتهجير سكان القطاع ووصفتها بأنها غير مسؤولة، وأكدت على أن القطاع أرض فلسطينية وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها، لافتة إلى أن قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.